لكن فاول من ريتشارد بافور. حمد النقاز يلعب العرضيه على القائم البعيد، وادي الراسيه وعواد، زيزو يعملها، زيزو يعمل الفولو، عواد يلحق الاولى لكن زيزو الثانيه في المرمى. بيسجل محمود عبد العزيز، سجل في الدوري وبيسجل في الكاس، الزمالك موجود، حماس الجمهور، الزمالك ياخده على طول بايجابيه وبيسجل هدف. لا مش هدف، ده بيسجل هدفين، الاولى من اوباما، الثانيه من زيزو في الدقيقه 20. تلت ساعه كانت كافيه ان نادي زمالك. خالد جلال بيلعب على اول تلت ساعه، بيلعب دايما على اول تلت ساعه، بيستغل اللخبطه اللي فيها النادي الاسماعيلي بعد الهدف الاول. لكن عرضيات حمدي النقاز، حمدي النقاز ولا يوسف اوباما ولا زيزو، التلاتة فايقين جدا النهارده. بص العرضية هل فيها اوفسايد ولا ما فيهاش، الرأسية أولى، عواد يلحقها، زيزو في القائم، المرة دي القائم مع الزمالك مش مع عواد. في اللقطة اللي فاتت القائم لعب أو العرضة لعبت مع عواد، لكن المرة دي